مشاهدي ومشاهدات بلا سواك فن. بلا سواك نقول لكم مساء الفن، مساء الاجتهاد، مساء الإبداع، مساء الخير عليكم كاملين. معكم يوسف حمدي، فنان مسرحي، المخرج المؤلف ديال المسرحية اللي تقدمت في مهرجان وجدة تحت عنوان الهبال فيه وفيه. هذه المسرحية هذه كتحاول تناقش مسألة النسبي والمطلق في المسرح، حيث أننا حاولنا نعتمد على الممثل في إنتاج عمل فني، وبغينا نقولوا باللي أن الإبداع هو الأصل، وباللي أن الأشياء الأخرى كتبقى نسبية. حتى المدارس الفنية وكل شيء كيبقى شيء نسبي إلا بعض الأشياء اللي خاصنا نعتمدوا عليها. أما الأصل في الإبداع هو الممثل، والمواطن هو الأصل في أي بلد كان. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، معكم عبد القادر النوري مركب اللاويه. جات جمعيه محمد مسكيني، مرحوم محمد مسكيني، المحترفين، درنا واحد العرض مسرحي الهبال فيه وفيه، مسرح محمد السادس هنا بمدينه وجده. وهذه المسرحيه كانت الموضوع نتاعها وهو ان تلقى من واحد انا مثل بحال طبيب عالم، اكتشفنا وكنا حطينا واحد المواضيع اللي كتعالج بها يعني المجتمع بواحد الطريقه يعني هزليه، وكان عرض يعني ممتاز ولقى يقبل مع الجمهور. الجمهور كنشكرهم، الجمهور بزاف بزاف المجدي اللي ساندنا من البدايه تاع المسرحيه حتى النهايه، وقف معنا وصفق لنا، وكنتمناو دائما يكون هذا يكون يعني الجمهور المجدي يعني باش يساند هذه المنطقه وناس المنطقه الشرقيه باش يكون عندها واحد البعد كبير. تبارك الله. وكنشكروا كنشكر قناة بازواق تي في على هذا المشروع تاعنا، وهذا الجبر يوقف معنا مسكين من البداية تاع المسرحية، وهذا المشوار ونتمنوا ان شاء الله نصف الجزائر هذا العام. شكرا. السلام عليكم، الاسم الكامل بوعمارة فتيحة، كمجتمع المدني كنشكركم بزاف على هذا الشيء اللي هذه الالتفاتة اللي درتوها في هذا المسرح محمد السادس، وهذا زعما افتخار لنا كبير. هذه المسرحية جد رائعة رائعة بزاف، وهذا كان زعما شنو نقول لك شي حاجه كانت في المستوى، وفرحنا بزاف. شي انشطه زعما داروها مزيانه، والفنانين تبارك الله عليهم كانوا واحد شي حاجه ملموسه لهذا المسرح، وكاع الممثلين والثقافه ديالنا وهذا الشيء يعني رفعت المعنويه ديالنا بزاف. ايام السالفات يا ايها الليل، والله كاع صحاب مسرح محمد مسكيني عطوه. يا أيها الليل والموج والنغم، لا شهادة إلا هذا النخيل والوحدة تضمنا. يعني حتى المدينه تاع وجده راه عندها الفنانه ديالها، عندها الناس ديالها. الفن اللي كاين في وجده راه ما كاينش في جهه اخرى صراحه الله. نعطيك ابسط مثال اللي هو ستاندارد اللي كيجي لوجده لهنايا، راه كيحيروا شنو كيختار صراحه الله. يعني الفنانه اللي كاينين في وجده ما كاينش في جهه اخرى زعما صراحه الله. وكنقول كنطلب من الاخوان اللي كاينين الساكنه ديال وجده انهم ما يتراجعوش، يخدم والله المستعان. الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يوفقه. الا كان باغي يوصل لواحد الحاجه راه يوصل ليها، واذا كان باغي يخدم على واحد الحاجه يخدم عليها ويخدم ويشق طريقه مزيان، وما يعولش على شي واحد يورط عليه. اي واحد يخدم راسه ويخدم باجتهاد.